السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى لكم البنات تكونوا إن شاء الله دائما منورين. هذا النهار هذا نهار جديد وفيديو جديد البنات. أنا كيفاش قلت لكم دائما فيما مشيت بنعبيكم معايا في الفيديو ديالي. هذا النهار البنات جيت لهذه المدينة، هذه مدينة أفغ، دوز العطلة ديالي وإن شاء الله باش نخلي لكم الفيديو واضح. وهذا المقطع ان شاء الله عدلت لكم المقاطع اللي بغي يجي من باري لهنايا، ماشي بعيده، حوز 180 كيلومتر البنات اللي بغى يجي. ولكن خاصكم دائما تشوفوا الجو هنايا يكون سخون وصافي، هادشي اللي كاين البنات. ولي ريستورات البنات، فريات اللي كيبغي يلعب التنس، كيفاش كتشوفوا التنس كاينين العيال اللي كيلعبوا سكير، كيفاش كاين هاد لافواغ هنايا والالعاب هنا. كيفاش كتشوفوا كاين قليل الناس اللي بالماسك هنا، كيفاش كتشوفوا بحال بحال مرتيل. الالعاب اللي صورت لكم في النهار دابا شفتي عاود العيال كيلعبوا ما شاء الله لي زانفون. ياغو هذه هي كبيره هنا كيلعبوا فيها الناس، فحنايا الا بغينا ان شاء الله باش يلعبوا فيها ان شاء الله يلعبوا فيها العيال. كلشي تسولايا البنات، كاغ كيفاش كضرب في القطيمات هنايا. انا ماشي للبوخ هنايا لي فوالا البنات، كيفاش نبغي نساركم معايا شويه هذا المدينه هنايا وهذا الجو ديال البحر ان شاء الله. الا بغيتو تجيو ليلو هنا من باري اللي ما كاين، ولكن نجيو في الجو اللي يكون زوين ان شاء الله، نجيو اللي يكون الجو زوين. غير 180 كيلومتر من باري لهنايا وصافي، ماشي بزاف. ولا مارينا هنايا كيفاش كتشوفوا بالجو، صورت لكم حد في النهار، ولكن هنا بالليل كيفاش كتشوفوا في العشيه الحال زوين هنايا. كيفاش كتشوفوا مارينا ولا البنات، بحر هنايا كاملها مدورة في البحر هنا. هنا قدام مارينا كاينين حتى الباطيمو عاود كبارين هنايا كيفاش كتشوفوا. تمنيتكم البنات كاملين تكونوا معايا اللي كيتبعني كامل واللي ما جيش على الله. نتمنى تجيو لهنا لي باري، يجي يزور هاد المدينه وهاد البحر اللي فوالا البنات كيفاش كتشوفوا هذا